السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه بدايه اسبوع جديده من جلسه الاعمال التي سنصحبكم فيها على اخر اخبار سوق المال والاعمال القطري وايضا اغلاقات الاسبوع الماضي للبورصه القطريه وتداعياتها وتاثيراتها على افتتاحات هذا الاسبوع بالاضافه طبعا لجوله في الاسواق العالميه وتاثيراتها مع اغلاق نهايه الاسبوع في تلك الاسواق وتاثيراتها على افتتاح بدايه اسبوع في السوق القطري بالاضافه طبعا لاخر الاخبار الصادره خلال ال24 ساعه الماضيه سيصحبني في هذه الجوله وكما عودناكم نخبه من ضيوفنا الكرام معي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركه الامل للاستثمار اهلا بك معنا دكتور ومعنا ايضا مباشره من بورصه قطر السيد عمر القضاء الصحفي بجريده لوسيل اهلا بك معنا سيد عمر بداية مشاهدين دعونا نسترجع وإياكم إغلاقات الأسبوع الماضي حيث استقرت بورصة قطر بالمنطقة الخضراء في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع وسط تداولات نشطة وقفزة كبيرة في السيولة هذا وقد استطاع المؤشر العام للسوق أن يغلق على ارتفاع عند مستوى 9788 نقطة تقريبا فيما سجلت أحجام التداولات أكثر من 447 مليون سهم بقيمة ناهزت مليار و 164 مليون ريال نفذت من خلال 12500 صفقه تقريبا. كان سهم الشركه المتحده للتنميه هو افضل الاسهم اداء خلال الاسبوع الماضي مع ارتفاعه بنسبه وصلت الى 17%، على الجانب الاخر كان سهم الطبيه هو الأسوأ اداء خلال ذلك الاسبوع مع تراجعه باكثر من 20%. كانت اسهم صناعات قطر، مجموعه كيو بي، مصرف الريان ابرز المتسببين بانخفاض المؤشر خلال خلال الأسبوع، حيث تسبب انخفاض سهم الصناعات القطرية بخسارة المؤشر ل 47 نقطة ونصف النقطة خلال الأسبوع، كما تسبب انخفاض سهم مجموعة كيو ام بي بخسارة المؤشر لحوالي 40 نقطة، وتسبب أيضا انخفاض سهم مصرف الريان بخسارة المؤشر ل 26 نقطة ونصف النقطة خلال الأسبوع الماضي، وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29 نقطة المئة ليصل إلى أربعة مليارات ومئة مليون ريال استأثر سهم المتحدة للتنمية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع حيث بلغت قيمة التداولات عليه 918 وثمانية مليون ومئتي ألف ريال إذا دعونا مشاهدين نبدأ هذه الحلقة سؤالنا لك دكتور عبد الله خلال الاسبوع الماضي شهدنا موجه تصحيح تراجع على صعيد مؤشر البورصه ترافقت معه تداولات قويه تجاوزت أربعة مليارات ريال هل سنشهد خلال هذا الاسبوع امتداد لتلك الموجه ام سيعاود المؤشر مره اخرى الارتفاع محاولا اختراق حاجز مقاومه قوي ودعم ايضا نتحدث عن العشرة آلاف نقطه هناك الحقيقة عدة عوامل عوامل تبشر بأن المؤشر راح يحاول يخترق العشرة الهافو وهذا المتوقع لكن تظل هناك الحقيقة بعض المخاوف الجانب الإيجابي شفنا أيضا البورصات العالمية حققت مكتسبات جيدة في نهاية تعامل يوم الجمعة يبدو أنه على المستوى العالمي على الأقل حتى الآن انه فتره التصحيح والمراجعات تمت ولذلك يبدو انه نهايه الاسبوع الماضي كان على الاقل قويه بالنسبه للمؤشرات، نتوقع ايضا المؤشر القطري ايضا يستمر ويحاول ايضا كسر، في هناك محاولات وهذا الشيء طبيعي عده مرات قبل ما يكسر المستوى 10,000، 10,000 من المستويات الكبيره الحقيقه بالنسبه للمؤشر. لذلك الآن يبدو أن البيئة بشكل عام بالنسبة لمؤشرنا أنه في إمكانية لاختراق العشرة ألاف الآن هناك طبعا عوامل سلبية خلال المرحلة القادمة اللي هي إما الانتخابات خاصة بالنسبة لانتخابات في الولايات المتحدة وبدأنا ندخل المراحل الأخيرة وهذا دائما يحدث تقلبات كبيرة وهذا طبعا التقلبات الكبيرة تأثر على اقتصادات ومؤشرات المؤشرات العالمية بشكل عام ولذلك نعم. احتمال طبعا ايضا في مخاوف بالنسبة للانتخابات على اساس انه ممكن ايضا السيد ترامب يحدث بعض التقلبات خلال المرحلة من خلال تصريحات او من خلال ستكون العدم. لنا وقفة مع تأثيرات الانتخابات الأمريكية على الاسواق العالمية وايضا تأثيراتها طبعا على التأثيرات على البورصة القطرية، سيد عمر افصحت الشركات عن نتائج الربع الثالث على الابواب، شهدنا ضغط كبير من القطاع الصناعي خلال النصف الاول على صعيد طبعا النتائج، هل تعتقد اننا سنرى ربما تحسنا ولو نسبيا على صعيد نتائج الربع الثالث في ظل تحسن لمؤشرات الطلب على الطاقه وايضا ارتفاع اسعار النفط نسبيا مقارنه بالنصف الاول من العام؟ بدايه اسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين بالتاكيد القطاع الصناعي وشركات القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وخلال النصف الأول وتحديدا الربع الثاني من العام الحالي شهدت ضغوطات كبيرة نتيجة للإغلاقات سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي وما تبعها من انخفاض للطلب، أيضا كان هناك انخفاض في أسعار الطاقة والذي أثر على أسعار المنتجات، حقيقة مع بداية الربع الثالث من العام الحالي بدأنا نشهد هناك دعينا نقول ارتفاع في أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع المنتجات والتي ستكون لها أثر على الـ أثر على أسعار المنتجات في الأسواق العالمية عفوا فبالتالي سيكون هناك ارتفاع في نتائج هذه الشركات والتي ستكون بطبيعة الحال انعكاس على نتائج الشركات الصناعية في دولة قطر والتي ستكون الانعكاس كامل صح. على القطاع وعلى نتائج الشركات في النصف الأول نعم دكتور عبدالله عودة ربما لو تحدثنا عن نتائج النصف الأول سنجد نتائج قطاع الخدمات جاءت في المركز الثاني على صعيد التراجعات على رأسها كانت وقود قطر كيف تتوقع مساهمه تخفيف الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا على اداء هذا القطاع او على اداء الشركات المندرجه تحت هذا القطاع رأينا العودة خاصة بالنسبة للبورصات على المستوى العالمي والمستوى المحلي لقطاع الصناعة وقطاع العقاري بعد ما كان ما كانت هذه القطاعات الحقيقة أهملت أو تجاهلت خاصة في المراحل الأولى عندما تقدمت خاصة الشركات التقنية الآن نلاحظ أن الرجوع الأكبر في الشركات التقنيه وفي عوده لما شفناها ايضا بالنسبه للشركات شركات العقار وشركات الخدمات وشركات ايضا الشركات الصناعيه المرحله القادمه طبعا إذا اخذنا في الحسبان طبعا المخاوف عوده الوباء وعوده ايضا رفع مستوى الاجراءات الاحترازيه، إذا استمرت الان في مراحل التخفيف والرجعه طبعا المستفيد الاول اللي هي شركات الخدمات بشكل عام لانها الاكثر تاثرا الحقيقه في المرحله الاولى. هذا اللي متوقعينه خلال المرحله القادمه ولكن طبعا هذا يظل تحت بند الى اي مدى فيه ايضا تراجع بالنسبه للاجراءات الاحترازيه خلال المرحله القادمه. هذا صحيح عندنا بالاقتصاد الداخلي، هذا ايضا صحيح على مستوى الاقتصاد العالمي، هناك طبعا يعني العامل اللي زال قائم ايضا عوده للمخاوف خاصه في اوروبا. وعودة بعض مؤشرات المؤشرات السلبية نعم بالنسبة دكتور ل... هذه ربما نظرة متفائلة عن ما ستؤول إليه نتائج هذا القطاع خلال الفترة القادمة ولكن هل نتوقع أن يكون هناك انتعاش على حركة تداولات هذه الشركات تحديدا قبيل إعلان نتائجها الربعية خلال الفترة القادمة نتحدث عن ربما أسبوع أو أقل عن إعلان النتائج الكل الآن الحقيقة يترقب الي اي درجه راح تكون تعامل كل دوله بالنسبه للاجراءات الاحترازيه فاذا كان الاحساس خاصه بالنسبه للمستثمر الداخلي والخارجي بالنسبه لاقتصادنا في الداخل ان هناك قدره علي التحكم في نسب واعداد الاصابات في المرحله القادمه وان هناك ايضا ثقه في داخل الاقتصاد انه هناك انفتاح طبعا راح نشوف هي اقبال كبير اقبال على المؤشر من الخارج واقبال ايضا من المستثمرين واقبال على قطاع خاص قطاع الخدمات خلال المرحله القادمه إذا المؤشر الأهم الحقيقة الآن بالنسبة للاستثمار وهو أول مرة الحقيقة نشوفه اللي هو طبعا الحراك في مواجهة الوباء والقدرة على التعامل معه هذا رح يسمح طبعا الآن احنا بدأنا في مراحل التخفيف بالنسبة للإجراءات لكن الآن الكل يتطلع خاصة في الدخول في فصل الخريف والشتاء هناك توقعات طبعاً يمكن لموجة أخرى وهذا اللي راح الحقيقة إما يحرك المستثمر في إنه يندفع ويستثمر بشكل أكبر نعم. أو طبعاً ينتظر بعض الشيء لرؤية الآن هي مرحلة انتظار لرؤية أين يتحرك المؤشر خاصة بالنسبة للوباء ومن ثم نرى إنه يمكن في دخول طبعاً المتوقع نعم. بشكل عام إنه يكون في اقبال خلال المرحله القادمه على شركات الخدمات بشكل عام نعم. وهذا ممكن يسمح للمؤشر انه يكسر العشره الافضل. نعم مشاهدينا خبر حول اقدم الشركات في القطاع النقل وصاحبه السجل الاول، الاول في هذا القطاع فقد ابرمت شركه الملاحه القطريه ملاحه الرائده في مجال الخدمات البحريه واللوجستيه في الشرق الاوسط. اتفاقا رسميا للتعاون مع شركه شلمبرجر المحدوده الرائده في مجال خدمات حقول النفط الامريكيه وتمثلت هذه الشراكه في توقيع قطاع دعم المنصات والخدمات البحريه في شركه ملاحه مذكره تفاهم مع الشركه الامريكيه من اجل دعم بناء المشاريع ذات القيمه المضافه ودفع عجله مبادرات برنامج توطين الذي تقوده قطر للبترول ويهدف الى تمركز سلاسل الامداد في قطاع الطاقه وتوفير فرص استثماريه جديده للاحتفاظ بالقيمه الاقتصاديه داخل دوله قطر الان مشاهدينا بما ان المؤشر قد افتتح دعونا نلقي نظره سريعه على افتتاحات هذه الجلسه والتي افتتحت ضمن نطاق المنطقه الخضراء باقل من ربع النقطه آه مكاسب نشهد 21 نقطه ونصف النقطه تقريبا مكاسب يضيفها المؤشر آه مع حركه ربما هادئه على صعيد التداولات الان دعونا نتابع معا الشركات ضمن ضمن النطاق أو الأكثر نشاطا حتى هذه اللحظة مزايا على رأس القائمة بحوالي خمسة في المئة ارتفاعات تليها حاليا أريد على رأس القائمة بواحد وعشرين نقطة تليها مزايا فالمتحدة إزدان استثمار معنا أيضا الإجارة وبروة وقامك ضمن الأكثر نشاطا الارتفاع معي حتى هذه اللحظة الإجارة آه الإجارة في صدارتها ومن ثم آه سينما مزايا آه والمستثمرين حسنا دعونا الآن آه سنعود إليها مرة أخرى حتى انتعاش ربما في الأرقام وقيم التداولات ولكن دعونا الآن نأخذ نظرة على تداولات الأسواق العالمية حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية تداولات الأسبوع لكن مؤشرات داون جونز و اس ان بي 500 ستاندر أند خمس 500 فشلا في تفادي تسجيل خسائر الأسبوع الرابع على التوالي جاءت المكاسب في وول ستريت بعد جلسه متقلبه وسط مراقبه مستجدات وباء فيروس كورونا الذي يستمر في التفشي على الصعيد العالمي مع ترقب حزمه تحفيز مالي جديده محتمله من جانب الحكومه الامريكيه عادت أسهم التكنولوجيا للصعود بالبورصة الأمريكية من جديد نهاية تداولات الأسبوع، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1%، لكن الداو هو أند بولز 500 وصلات ولسلسلة من الخسائر الأسبوعية في عام، إذ أحدثت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي تراجعا مستمرا منذ شهر تقريبا، ويأتي أداء البورصة الأمريكية بالتزامن مع تعافي قطاع التكنولوجيا. حيث ارتفع سهم أمازون بنحو 2.5% كما زاد سهم فيسبوك بنحو 2% وصعد سهم أبل بنحو أربعة في وعند الإغلاق ارتفع مؤشر داو جونز بنحو واحد وثلاثة عشر ليسجل سبعة 27 وثلاثة نقطة كما صعد مؤشر ساندر أنبورز 500 بنحو واحد وستة عشر مسجلا ثلاثة آلاف نقطة ونصف النقطة المئوية وارتفع مؤشر ناسداك بنحو اثنين وثلاثة عشر ليصل عشرة آلاف نقطة وعلى الصيد الأسبوعي سجل داو جونز خسارة أسبوعية بنحو 2% تقريبا في حين سجل مؤشر ستاندر خمس 500 خسارة أسبوعية بنحو نصف في المئة فيما نجح مؤشر نازداك في تحقيق مكاسب أسبوعية تجاوزت الواحدة في المئة وبالنظر إلى الأسواق الأوروبية تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 20% ليسجل هبوطا بنحو 3.5% على صعيد أسبوعي كما تراجع داكس الألماني بنحو 21% تقريبا

صعد مؤشر نيكي الياباني بنحو نصف في المئة لكنه سجل خسائر بنسبة 17 في المئة خلال الأسبوع الجاري، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاق توبكس بنحو نصف في المئة في المقابل مشاهدينا تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات ليشهد الخام خسائر أسبوعية وسط إشارات حول استمرار تباطؤ الطلب العالمي عند التسوية تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة طفيفة ليصل إلى 42 دولار و41 سنتا للبرميل مسجلا بذلك خسائر أسبوعية بنحو واحد وسبعة أعشار في المئة كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو عشرين نقطة المئوية لينهي التعاملات عند أربعين دولارا وخمسة وعشرين سنتا للبرميل فاقدا بذلك نحو اثنين وستة أعشار في المئة من قيمته في الأسبوع الجاري بدورها أيضا تراجعت اسعار الذهب عند تسويه التعاملات بعد جلسه متقلبه ليسجل المعدن الاصفر اكبر خساره اسبوعيه منذ منتصف مارس وذلك بفقدان 96 دولار من قيمته. عند التسويه تراجع سعر العقود الاجله لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو سته في ليهبط عند مستوى 1866 دولار و30 سنتا للاوقية. على صعيد الاداء الاسبوعي سجل المعدن الاصفر خسائر بنحو 5%، هي اكبر وتيره هبوط اسبوعي منذ منتصف مارس الماضي. اذا دكتور الخاطر نحن على بعد فتره ليست بكبيره عن اعلان نتائج انتخابات الرئاسه الامريكيه كما ذكرنا في الربع الاول من هذه الحلقه، هل تعتقد ان حاله التارجح دعم اليقين ستسود اسواق المال الامريكيه حتى تلك اللحظه؟ أكيد عادة المرحلة هذه من المراحل اللي تتجاذب فيها الحقيقة قوى البيع, البيع والشراء خاصة في المؤشرات على المستوى العالمي لكن الانتخابات هذه فريدة في كيفية راح يتعامل الخاسر في في الانتخابات الرئاسيه، خاصه انه في الولايات المتحده ودوله ديمقراطيه عاده ما يتم طبعا الخاسر في الانتخابات يتم تهنئته للطرف الاخر ثم يرحل. ما زلنا نسمع من السيد ترامب حديث كثير الحقيقه عن عدم رغبته في التخلي، وهذا قد يدخل طبعا الولايات المتحده والاقتصاد الامريكي والبورصات. طبعا هذه مخاوف كبيره جدا واذا لا قدر الله شفنا انه احنا دخلنا في مثل هذه طبعا كل الحسابات راح يتم اعاده تشكيلها لانه هذا وضع جديد الحقيقه ما مرت في الولايات المتحده او الاقتصاد العالمي في مرحله مثل هذه الان هذا بالاضافه طبعا على المخاوف الاخرى بالنسبه للوباء بالنسبه ايضا لكيفيه التعامل معه على المستوى العالمي والمستوى الاوروبي في الخصوص ونرى ايضا انتشار كبير في الهند وفي امريكا الجنوبيه هذه المخاوف في المرحلة القادمة وطبعا واللي راح تأثر على المستثمر وراح تأثر طبعا على الاقتصاد بالتبعية وعلى المواد الأولية من النفط وغيره الجيد الصراحة خلال المرحلة الماضية وبسبب الضغوط هذه إلا أنه طبعا أسعار الغاز تحسنت بشكل جيد وهذا طبعا جيد بالنسبة للميزانية في دولة قطر ولذلك إلى درجة الآن عندنا يعني عامل أمان يتوفر بالنسبة للاقتصاد القطري وللتدفقات النقدية بالنسبة للميزانية مش متوفرة لا لأوبك ولا لدول أخرى صاحبة نعم. المواد الأولية نعم أه سيد عمر أسعار الذهب ما زالت تواصل تخليها عن مكاسبها التي سجلتها خلال الفترة السابقة وكانت حقيقة مكاسب قياسية، نشهد الآن إغلاقات عند مستويات ربما متدنية عن ما شهدناه في مارس في منتصف مارس تحديدا الماضي بفقدان حوالي 96 دولار من قيمة الأوقية عند التسوية، هل سيستمر الضغط البيعي على المعدن النفيس خلال الفتره القادمه خاصه مع تعافي الدولار وصعوده بشكل كبير امام المعدن النفيس او الملاذ الامن. بالتاكيد يعني عندما اليوم احنا نشهد انخفاض في اسعار النفط يكون هناك ايضا عمليات بيع وضغوطات بيع، هناك من يرغب في جني الارباح سريعا. وايضا هناك تعافي الدولار نتيجه لتحسن بعض المؤشرات حقيقه في امريكا المؤشرات الاقتصاديه نتحدث عن ان نصف من فقدوا وظائفهم خلال جائحه كورونا عادوا الى عملهم كلما تعافى الدولار سيكون هناك ضغوط لانخفاض اسعار الذهب ولكن باعتقادي ان هذا لن يستمر طويلا وسيعود المعدن النفيس الى الارتفاع والى تسجيل مستويات قياسية جديدة كما حصل منذ بداية جائحة كورونا نتيجه لعدم اليقين والضبابيه التي نشهدها في مختلف دول العالم ولا سيما في الولايات المتحده الامريكيه وايضا في الاسواق الاوروبيه التي نشهد هناك بعض من التارجح والمراوحه ما بين الانخفاض والارتفاع مما يؤدي الى حقيقه الى عوده المستثمرين الى الذهب كملاذ امن بالرغم من حركه البيع التي نشهدها خلال الفتره الهائية مع انخفاض الاسعار نعم في شأن آخر مشاهدينا الكرام أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن حضور التمويل الإسلامي في دولة قطر تعزز في العام 2019 باكتمال أول اندماج مصرفي في الدولة بين بنكي بروة وقطر الدولي جاء ذلك في الكلمة التقديمية لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الواردة في تقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن التمويل الإسلامي في دولة قطر والذي يناقش نتائج اعمال مؤسسات التمويل الاسلامي في دولة قطر للعام 2019 كما يقدم صوره واضحه لاداء مؤسسات التمويل الاسلاميه والقطاع المالي والاقتصادي في الدوله واضاف سعاده المحافظ ان النظام المصرفي في دولة قطر ظل محافظا على استقراره ونموه بفضل اعتماد المعايير الرقابيه الهادفه الى تعزيز قوه القطاع المصرفي وضمان قدرته على امتصاص الصدمات إذا دكتور عبدالله دولة قطر تمتلك العديد من المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما هي الإضافة التي تقدمها الصيرفة الإسلامية على صعيد تمويل المشروعات؟ طبعا بالنسبة للصيرفة الإسلامية بشكل عام تقدم خدمات خاصة لقطاعات مهتمة بالخدمات الإسلامية اللي شفناه في في الفتره الماضيه ايضا من اندماجات مثل ما تفضل بالنسبه للمصارف الاسلاميه مهم جدا لتحسين كفاءه العمل وتمتين ايضا المراكز الماليه بشكل عام هذا راح يسمح للمصارف الاسلاميه تقدم خدمات افضل وبشكل اوسع وهذا طبعا راح يدعم نموها خلال المرحله القادمه ويحسن خدماتها داخل الاقتصاد ما دام المؤسسات هذه قادره على تحسين الاداء خفض التكلفه رفع مستوى الاداء المالي هي قادره اذا خلال المرحله القادمه من خدمه الاقتصاد وخدمه ايضا المستهلك وهذا راح يعزز مكانه القطاع مع مرور مع المرور الزمني هذا شفناه في الجانب المصارف الاسلاميه لكن حتى الان لم نرى في جانب البنوك التقليديه بشكل عام ولذلك ما زال قطاع الصيرفه الاسلاميه يكسب تحسين في الأداء وتحسين في القدرات والامكانيات وأيضا تعزيز نعم. المكانة المالية بشكل عام نعم. وهذا راح يمكنا إنه ينمو في المستقبل بشكل أسرع بعض الشيء من البنوك الأخرى. نعم. في القطاع السياحي مشاهدينا أكد سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن القطاع السياحي في دولة قطر شهد خلال مدة زمنية قصيرة نموا هائلا وأصبحت قطر واحدة من أهم الوجهات السياحية الصاعدة في المنطقة وقال سعادته في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي 2020 والذي يصادف السابع والعشرين من سبتمبر ويقام هذا العام تحت شعار السياحة والتنمية الريفية قال سعادته فيما يواجه القطاع السياحي العالمي تحديات كبيرة نحتفل في يومنا هذا بيوم السياحة العالمي كلنا ثقة بأننا سوف نتغلب على كل التحديات التي تواجهنا ونحولها إلى فرص للتقدم وتحقيق الإنجازات وهو أمر ليس بجديد على دولة قطر إذاً سيد عمر جاء قطاع السياحة على رأس القطاعات المتضررة جراء تبعات انتشار فيروس كورونا حول العالم ما هي الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة القطري سواء على صعيد تنشيط السياحة الداخلية أو تواجد قطر ضمن الوجهات السياحية الصاعدة أو على الخريطة السياحية على مستوى العالم كما تحدث سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة حقيقة القطاع السياحي وقطاع السياحة والسفر كان أول القطاعات المتضررة من نتيجة لجائحة كورونا ولعله سيكون آخر القطاعات التي ستتعافى بشكل كامل من آثار هذه والتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد آآ العالمي آآ هنا في قطر حقيقة هناك العديد من آآ المقومات آآ السياحية المدعومة بالأرقام نحن نتحدث العام الماضي عن نمو في عدد الزوار بنحو 17%، وأيضا نمو بعدد الزوار خلال شهر يناير من العام الحالي بنحو 42%، وفبراير من العام الحالي بنحو أيضا 30%، إلا أن نتيجة للإغلاقات شهدنا هناك انخفاض في هذه الأرقام. آه بالنسبة وأيضاً هناك العديد من المقومات نمتلك العديد من سلسلة من المنتجعات السياحية والصحية لدينا آه نحو 136 آه منشأة فندقية توفر أكثر من ثمانية ألف غرفة آه فندقية نعم. بالإضافة إلى أن لدينا هناك المتاحف آه المتاحف المشهود لها عالميا واخرها نعم. متحف قطر الوطني بالاضافه الى العديد من المقومات التي تمكن وتجعل قطر ليست فقط على خريطة السياحه الاقليميه وانما على خريطه السياحه العالميه ولا سيما السياحه البحريه التي شهدنا لها نمو كبير خلال العام الماضي وعام 2018 نعم مشاهدينا، بلغت صادرات القطاع الخاص خلال النصف الاول من العام الجاري نحو ثمانية مليارات ريال لتعود للمستويات الطبيعية، بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مستوى النقل وسلاسل التوريد، وذلك وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر. عادت صادرات القطاع الخاص القطري لمستوياتها الطبيعية على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مستوى النقل وسلاسل التوريد بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر أظهرت أن تلك الصادرات وصلت إلى سبعة مليارات وتسعمائة مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري وعلى صعيد اتجاهات التجارة الخارجية احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب أهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر يونيو 2020 وبنسبة بلغت حوالي 25.5% من إجمالي قيمة الصادرات تليها سلطنة عمان بنسبة 18% وما ثم تركيا بأكثر من 8% وكانت الصادرات عبر شهاده النموذج العام خلال الاربعه اشهر الاولى الاكبر قيمه حيث بلغت اكثر من ملياري ريال ثم الصادرات عبر شهادة منشأ الأفضليات بقيمة مليار و300 مليون ريال يليها التصدير بالنموذج الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي ب وأربعة عشر مليون ريال ثم النموذج الخاص بشهادات المنشأ العربية بقيمة مئة وتسعة مليون ريال. وضمن صادرات القطاع الخاص خلال شهري فبراير ومارس حلّت زيوت الأساس أولاً، وجاء ثانياً مجموعة الألمنيوم، وثالثاً حلّت مجموعة الحديد، وجاءت الأسمدة الكيماوية في المرتبة الرابعة، ثم جاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى وحققت الأسمدة الكيماوية قيمة صادرات خلال شهر مايو الماضي بنحو 135 مليون ريال، فيما سجل غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى صادرات ب 130 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية ب 72 مليون ريال والمواد البتروكيماوية وبلغت صادرات القطاع الخاص في شهر يونيو وحده تسعمائة وثلاثة وسبعين مليون ريال مقارنة بحوالي ستمائة وتسعة ملايين وستمائة ألف ريال في شهر مايو السابق له محققة ارتفاعا بنسبة ستين في المائة. إذا سيد عمر وكما سمعنا وبالأرقام هل عادت مستويات صادرات القطاع الخاص إلى سابق مستوياتها أي ما قبل جائحة كورونا ما هي أبرز الحلول التي لجأ إليها القطاع الخاص للتغلب على مصاعب وتحديات الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالشحن وسلاسل التوليد؟ حقيقة بالفعل اليوم احنا نشهد اقتراب من المعدلات السابقة لصادرات القطاع الخاص نتحدث عن ارتفاع ما يقارب 70% عن ادنى مستوى لها سجل في ابريل من العام الحالي حقيقه اليوم القطاع الخاص استطاع ايجاد بدائل والعديد من البدائل لتعويض الصادرات القطاع الخاص نتحدث عن ادخال خطوط انتاج جديدة وزيادة كميات المنتجة من المنتجات والسلع التي يزيد عليها الطلب في السوق المحلي وفي الاسواق العالمية بالاضافة إلى أننا شهدنا أيضا تحويل بعض المصانع لخطوط إنتاجها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ومتطلبات أزمة كورونا والأسواق العالمية بالاضافة إلى أن دولة قطر وأيضا القطاع الخاص حقيقة بحث خلال الفترة الماضية عن العديد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية لصادرات القطاع الخاص بالطبع كان لميناء حمد دور كبير وداعم رئيسي للقطاع الخاص في إيجاد هذه الأسواق الجديدة والوصول إليها نعم. اليوم نتحدث عن وصول صادرات القطاع الخاص إلى أكثر من خمسين دولة بمختلف قارات العالم لعل أبرزها الهند وتركيا وباكستان وأيضا سلطنة عمان نعم. وكل تلك الدول لدينا خطوط مباشرة بحرية معها والتي الأمر الذي أدى إلى عودة عودة سريعة للصادرات القطاع الخاص إلى معدلاتها ما قبل كورونا. نعم. مشاهدينا الكرام دعونا نستعرض واياكم تداولات البورصه القطريه حتى هذه اللحظه نشهد ارتفاعات بسته اعشار النقطه المئويه وصولا لمستويات واربعين نقطه تداولات نشطه نسبيا حتى هذه اللحظه على الشركات لنشهد نشاطا واضحا على الاجاره فاريد مزايا وكذلك المتحده آه الأكثر ارتفاعا الآن آه السينما في الصدارة فالإجارة ومعنا أيضا مزايا وقطر للتأمين تنضم للقائمة الخضراء آه أما الأكثر انخفاضا على رأسها دلالة القابضة بانخفاضات 2.14 ومن ثم إزدان البنك الخليجي والخليج الدولية من القطاع الصناعي سؤال سريع للدكتور هل نتوقع الآن ارتدادا للموجه الخضراء واستمرارها مع نهايه التداولات او ربما سنشد تصحيح مع نهايه تداولات الجلسه كما شهدنا على عده سيناريوهات متتاليه خلال الاسبوع الماضي. المتوقع الاسبوع هذا انه يحاول المؤشر الحقيقه محاولات عده محاولات لكسر العشرة الاف آه هذا على أساس أنه ما يكون هناك الحقيقة أمور سلبية آه خاصة خارج الدولة وخارج الاقتصاد. المخاوف الآن من آه أي أحداث آه الحقيقة في على على المستوى العالمي. لكن في الداخل الأمور آه الحقيقة تم التصحيح والآن المرحلة القادمة هي مرحلة المحاولات الأخيرة من أجل كسر العشر نعم. آلاف. نعم. في خبرنا الأخير مشاهدينا الكرام، أعلن بنك قطر للتنمية عن نتائج قرعة مشروعي أسواق الفرجان في مرحلتها الثالثة وأسواق العزب في مرحلتها الأولى. بلغ عدد الطلبات المقدمة 155,600 طلب مقدم لشغل 130 محلا تجاريا موزعة على 12 سوقا من أسواق الفرجان و29 محلا موزعة على ثلاثة أسواق من أسواق العزب. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا هو الخبر الأخير بجلستنا لهذا اليوم أه نشكر لكم حسن متابعتكم لنا والشكر موصول أيضا لضيوفنا الكرام كان معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار شكرا جزيلا لك دكتور ومعنا مباشرة من بورصة قطر السيد عمر القضاء صحفي بجريدة لوسيل القطرية شكرا جزيلا لك نراكم مشاهدينا عند الواحدة ونشرة اقتصادية جديدة إلى اللقاء